في الطرف الآخر، رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي انتشرت له عدة صور لربما قد تكون مقصودة متعمدة في هذا التوقيت تحديدا، تزامنا مع اقتحام المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء. وظهر في الصور وهو يحمل السلاح ويرافق حمايته ويتجول بمحيط منزله وسط الخضراء. الصور هذه كما تشاهدونها أمامكم لاقت رواجا وانتشارا على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا أحدثت ردود فعل كبيرة وتعليقات وتغريدات أيضا جاءت على انتشار هذه الصور بهذا الشكل. بعضهم قال إن صور قديمة وعيد نشرها مجددا. على العموم، ليس ببعيدا عن حدث الاحتجاجات أمس، تناقل ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي فيديو لشاب استغل فرصة اقتحام المتظاهرين للخضراء ودخل هو الآخر معهم أيضا مع عربته، لكن ليس للتظاهر أو الاقتحام أو الاحتجاج، بل ليبيع المثلجات للمقتحمين في مشهد اعتبره الناشطون أنه يحدث لأول مرة داخل المنطقة الخضراء. وما بين اللا دولة والدولة والسلطة واللا سلطة والتبعية واللا تبعية والسلم واللا سلم والسلاح والنظام والفوضى ووسط مستقبل مجهول ينتظر العراق والعراقيين، يبقى المشهد السياسي متوترا والعراق على صفيح ساخن بانتظار ما سيحل به. فبعد رسالة السيد مقتدى وأتباعه في الأمس إلى خصومه من الإطار التنسيقي، فهل سيحظى السوداني برئاسة الوزراء أم للقصة بقية وخفايا ومفاجآت ربما ستصدم الجميع؟ دعونا ننتقل بكم الآن إلى منصات التواصل ونتعرف على ردود الأفعال حول ما حدث والاحتجاجات الشعبية في بغداد، والبداية مع تعليق لوسن السعدي. تقول وسن السعدي في مداخلتها عن هذه الأحداث: أهم مطالب المحتجين إيقاف العمل بالدستور وحل مجلس القضاء الأعلى ورفض ترشيح محمد الشياع السوداني. تعليق آخر من رواء العرداوي يقول أو تقول: عهدا سيدي مقتدى الصدر أن لن تكون أو لن نكون ممن يهمش الآخرين ولا ممن يظلمهم ويفخخهم ويكفرهم مهما كنا ومهما سنكون، بل نحن أمة واحدة وسلاحنا الفعال الأكبر هو الوحدة لا التشتت. أيضا مداخلة وتعليق من محمد الكربلائي المالكي: رجل دولة، أنطي واحد حمل السلاح غير أبو إسراء، هكذا الشعوب تستمد قوتها من القادة، سلمت يا أبو إسراء. تعليق آخر من فيصل القاسم يقول: خوش مقاتل يخزي العين ونعسان كمان. هنا تعليق من محمود يقول: محمود شو وقت يستقر العراق العظيم؟ ما تفهمونه، والتالي إيش راح يصير؟